متواجدين في اتحاد مراعي بكرة بجامعة بكرة القروية. جانا اليوم دكتور مصري جمهورية مصر العربية مختص في قضية الزراعة والتغذية، ودنا تكوين، دار معنا تكوين هون الحمد لله، استفدنا منه ياسر، كان خافينا لأن الزراعة والفلاحة اليوم بلا 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 استشارة فلاحية ما 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 ما, ما تصدق ولا تصلح كاع بلا استشارة فلاحية. الحمد لله كوننا وعرف المنطقة والمناخ ديالها ماشي مع المناخ اللي عندنا مول في سيناء، حق بعد صحراء سيناء، نفس المناخ نفس الجو نفس التربة. وشاف شجر الزيتون قال عنها من ضمن الأشجار المباركة تصدق في بلاد الحمد لله، خصوصا هي الأرض سعيدة، وهو مختص مالك هذيك في مسائل التغذيه في الالبان، وياسر مسائل اكتشف وعرفنا ياسر كنا كنديروا في الاخطاء. الحمد لله اليوم مجي هذا شرفنا، وليدي زيارات ميدانيه ثانيه لنفس المنطقه الحمد لله، اتحاد مراعي بكره، اتحاد الجمعيات، عضو 13 تعاونيه الحمد لله، واستفدنا منه قباله. وغدا ان شاء الله جايين معهد في مدينه العيون مع الفلاحي اللي يدير فيه تكوين تأطير فم في عين مكان. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم فاطمة داود، رئيسة منتدى المرأة الإفريقية للتنمية المستدامة. احنا اليوم بشراكة مع اتحاد تعاونية مراعي بكرة استقطبنا يعني دكتور تغذية ودكتور يعني مختص في مجال زراعة الزيتون، ويعني عنده اختراعات لتطوير أشجار الزيتون. قدم تعاونية الاتحاد قدم لهم كيفية صنع يعني الأجبان وكيفية تحميض الألبان، وكذلك قدم لهم كيفية زراعة الزيتون وكيف وطريقة المشاتل. وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله استقطاب كذلك يعني زراعة البيستاج، وكذلك احنا نعمل إن شاء الله بحكم علاقة جمعية منتدى المرأة الإفريقية للتنمية المستدامة، بحكم علاقتنا مع الناس الحمد لله كيف هذا الدكتور اللي مخباري في الزراعة، احنا نستقطبوا ناس اللي يعدلوا لنا البندق يعني البيستاج وكذلك الخروب. احنا ان شاء الله نعملوا كذلك على العالم القروي، فلاحة في العالم القروي، وكذلك نعملوا على هذا الدكتور عطانا درس عن المشاتل، عن زراعة او عن صنع المشاتل يعني سواء في داخل المدينة او خارج المدينة. لن ننسى او ما ننسى ان نشكروا اتحاد تعاونية مراعي بكرة على حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال وحسن المعاملة وكذلك على حسن الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور عرفات شرف الدين من جمهورية مصر العربية، جئت بدعوة كريمة من اتحاد مراعي بكراع وجمعية منتدى المرأة الإفريقية للتنمية المستدامة برئاسة الأستاذة فاطمة، دعوة كريمة لمدينة العيون لتنمية أشجار الزيتون. وجئنا على أرض الواقع زي ما حضراتكم شايفين في مزارع الزيتون، وأول تجربة لزراعة الزيتون لإمداد المزارعين في هذه المنطقة بأحدث الأبحاث العلمية في هذا الاتجاه، وعمل مشاتل عوضا عن اشتراء مشاتل بتكلفة أكتر. كمان بنديهم فكرة على الاستغلال الأمثل لمنتجات المزرعة من ناحية الإنتاج الحيواني واستخدام تفل الزيتون في كعريقة للحيوانات، وكمان الطرق البدائية لتصنيع منتجات الألبان سواء لأجبان والزبدة والقشطة، منتجات الألبان المختلفة للحصول على أغذية علاجية لتعالج أكثر من 15 مرض. بفضل من الله سبحانه وتعالى بشكر الأستاذة فاطمة كرئيسة للجمعية وبدعوة كريمة منها، وبشكرها على حسن الضيافة، وإن شاء الله في ندوة من الناحية النظرية غدا في المركز الثقافي الخاص بفلاحي منطقة العيون. وجئنا على أرض الواقع وفعلا قمنا بعملية إزاي كيفية استغلال الأمثل لتقليم أشجار الزيتون وإنتاج الشتلات مختلفة على أرض الواقع. كل التحية والاحترام والتقدير للأستاذة فاطمة وجمعية التنمية المرأة الإفريقية للتنمية المستدامة واتحاد مراعي بكراع، وأنا بدعو من هنا لتكرار هذه التجربة، تجربة مثالية، تجربة يعني تحظى بالاحترام والتقدير. كمان بنقول الأرض مناسبة، درجة الحرارة مناسبة لزراعة شجرة الزيتون، شجر مباركة من عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الاحترام والتقدير للاتحاد مراعي بكراع وجمعية تنمية المرأة الإفريقية في مدينة العيون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.